النهاردة احنا بنتكلم على بداية المساحات يا ابراهيم بالنسبة لفيروس كورونا، الاندية كلها ابتدت تشتغل على الجزئية دي. امتنع ناديين حتى الان او امتنع بعض الاندية نادي مصر يا عم فلوس ايه؟ لا ما هو اصلا كده ده منحة من الدولة. طيب ماشي، طب منعوا ليه؟ هي ده انا بقى اللي انا عايز اقول لك، هل الاندية دي بتفكر فعلا؟ انا ما اعرفش مين الانسحاب يعني. حتى الان نادي مصر اخذ موقف من مصر المقصة؟ لا نادي مصر اف سي، اف سي مصر، اف سي مصر تمام. ونادي الزمالك بص يعني طبعا مع بس اكيد نادي الزمالك طبعا يعني كلمه كبيره جدا هي هتحصل الموضوع ده، بالك ممكن يكون بس بعض الاختلافات في عوده الدوري او الاجراءات اللي هتحصل في الفتره اللي جايه، بس اكيد هتحصل يعني، لان اكيد طالما ان هي اتخذت قرار من الدوله ان الامور ترجع تاني للشكل الطبيعي تاني، فاعتقد نادي الزمالك يعني باسمه وبجماهيريته يعني هيبقى اكيد يعني الامور الفتره الجايه ممكن ترجع افضل من كده. بالك سيبك ممكن يكون موقف ده يعني كلام ان انا ممكن ما اكملش الدوري ده ممكن يبقى صعب او كلام بس بيبقى بيتقال. بص على حسب اللعيبه المحترفه هتيجي امتى، الامكانيات، طب ايه المستوى اللي انت هتخش فيه يعني، امتى التجمع؟ ما احنا دلوقتي مثلا ما تحددش لحد دلوقتي امتى التجمع يعني، او حتى تحدد. لا التدريبات خلاص ابتدت يعني، التدريبات الجماعيه اتحددت من يوم 20، عايز تتفضل اعمل مساحات خاصه بلعبتك وابتدي تشتغل عشان الدوري يرجع تستعد. دي بقى هي دي النقطه، هو الدوري من يوم 25 يعني 25 الشهر القادم تمام. اتحاد الكوره بيقوم دلوقتي بجدوله المباريات المتبقيه من الدور الثاني تمام. هل في ترتيبات ما بين اتحاد الكوره والانديه؟ عشان في لعيبه محترفه اكيد سافرت، وفي بعض المدربين برضو. بص امبارح كنت طلعت مثلا فايلر مثلا سافر مش ما في واحد مساعد بتاعه موجود يعني، انا ما اقصد ايه، في حاجات انت نادي الزمالك ما عندوش مشكله خلي بالك تمام. اللعيبه المحترفه بتاعته ايه، 3 4 ماشي برضو خد بالك، 3 من اسماء تقيله اللعيبه ان هم يبتدوا يتمرنوا. لكن امبارح كنت طلعت حاجه غريبه، انا يعني كان بيتكلم على لسان الحاج محمد مصلح ان هو كان متواجد في اتحاد الكوره، وان اتحاد الكوره وعد ان يبقى في طياره تلف افريقيا كلها تلم المحترفين. لا والله ده الكلام اللي قاله كابتن طلعت. لا والله طب ما ده حلو، انت بالك حلو كويس، بس هتحصل يعني؟ يعني اتحاد الكوره هو اللي يعني المفروض هو اللي مسؤول عن الجزئيه دي. هو اللي على الموضوع ولا الدوله؟ يعني الدوله ولا اتحاد الكوره؟ بيدرس انه يعمل كده يعني. والله بس يعني نتمنى يعني ليه لا بس يعني بس فاروق انا النقطه التنسيق مع طبعا التنسيق هي التنسيق والاجراءات اللي هتحصل وازاي الدوري هيرجع ازاي فاهم قصدي يعني، الامور تبقى واضحه شويه. انا شايف ان الامور عارف تحس ان ايه، كل يوم بيتقال لك حاجه كل يوم يتقال لك قرار. احنا عايزين قرار يمشي على الكل يعني خلاص. ارجع يوم 20 يبقى كله يرجع يوم 20، الدوري هيتلعب يوم كذا يبقى القرار على الكل، مش هنقعد بقى نقعد نمشي على سطر ونسيب سطر فاهم قصدي؟ احنا كده تضييع وقت. شوف تهديدات الانديه دي في حد ذاته، بعد ان احنا زي ما بتقول كده خلاص احنا بنقول نرجع يبقى نرجع، تهديدات الانديه بعدم اللعب ده برضو هو كل واحد برضو باصص لمصلحته، لان انت برضو خد بالك ممكن في بعض اللعيبه يعني مثلا انديه مثلا زي اللي هم اللي في الاواخر الدوري واخد بالك، دول برضو نفس يعني اكيد بيقابلهم مشاكل، لان برضو الامكانيات ممكن مش هتكون زي الاول، لان برضو الامكانيات اللعيبه مختلفه عن لعيبه الاهلي والزمالك او لعيبه الاسماعيلي مثلا يعني، في لعيبه مش يعني مش المستوى اللي ممكن يقدر يرجع بسرعه يعني، ممكن لعيبه الاهلي والزمالك نتيجه الخبرات بتاعتهم والاحتكاكات والجماهيريه والمسانده الاعلاميه، فممكن دي بترجع اللعيبه بسرعه يعني، الحاجات دي ممكن ترجع، بخلاف طبعا اللعيبه اللي هي اللي في الانديه اللي هي الصغيره، بخصوصا كمان عدم تواجد الامكانيات، برضو اللعيبه دي هترجع تبقى محتاجه العقود بتاعتها، فدي برضو هيبقى ليها تاثير على الانديه اللي هي اللي بعيد عن اهلي وزمالك. فاهمك اوكي. اللعيبه ممكن ما تتمرنش، اللعيبه تغيب، لعيبه محترفين ما تجيش يعني، في حاجات كتيره جدا. بص خلينا نتكلم منطقي شويه، ان انت هيقابلك مشاكل كتيره جدا. طب ايه رايك في تصريح كابتن حلمي طولون اللي بيتكلم في جزئيه ان هو رافض عوده الدوري، لان الدوري محتاج وقت، او اللاعبين محتاجين وقت طويل جدا. دي حقيقه انا متفق مع كابتن حلمي، دي حقيقه انت محتاج وقت كبير جدا. محتاج فعلا وقت كبير. اللاعب المصري مختلف تماما بجد فاروق والله، انا ناس كتيره جدا بتختلف معايا في النقطه دي، بس فعلا اللاعب المصري لما بيغيب شهر بس بيبقى عايز له شهرين عشان خاطر يبتدي يرجع، فتخيل انت بعيد تماما عن الملعب وبعيد، هتلاقي في لعيبه نسيت الكوره بتكلم بجد. هي بس النقطه انت عندك يا ابراهيم اهو، انت ما تقدرش كمدرب وانت اشتغلت كمدير فني انك تحط برنامج انك توصل بالفتنس بتاع لعيبه اللي هو اصلا المفروض ان هو بيعمل برنامج خاص بيه. لو في شهر استحاله استحاله
استحاله اي مدرب يقدر يرجع لعيبه. اسابيع ست اسابيع مش كافيه؟ لا مش كفايه خالص خالص يا فاروق خالص بجد. صعب قوي، صعب على اللاعب المصري.